موضوع المحاضرة الثانية من إدارة الفشل المالي هو موضوعين اثنين. الموضوع الأولاني الاندماج لتقليل مخاطر الإفلاس، والنوع الثاني إشهار الإفلاس وإجراءات تصفية الشركات. يبقى موضوعنا هو حاجتين. الحاجة الأولانية، كيف يمكن تقليل مخاطر الإفلاس عن طريق استخدام أسلوب الاندماج. أما الجزء الثاني من المحاضرة هيتم تناول الإجراءات القانونية لتصفية الشركة في حالة إعلان إفلاسها. التمرين هنا أو الحالة اللي عندي دي هنتناول فيها كيفية استخدام الاندماج لتقليل مخاطر الإفلاس. إحنا شفنا المنشأة المقترضة قد لا تستطيع سداد القرض والفوائد، وهنا قد تتعرض المنشأة لاحتمال الإفلاس نتيجة عدم القدرة على سداد القرض والفوائد، أي عدم القدرة على خدمة القرض. هنا بنتعلم، طب لو كل شركة لوحدها تتعرض لمخاطر الإفلاس لعدم القدرة على سداد القرض، طب لو عملنا اندماج أو اتحاد بين الشركتين، هل هذا الاتحاد يمكن أن يقلل من احتمال الإفلاس؟ أو ممكن أن يقلل من احتمال عدم قدرة الشركتين بعد الاندماج على خدمة القرض؟ ده اللي هنشوفه من المثال اللي موجود قدامنا. المثال الموجود قدامنا بيقول لي إن في شركتين، كل شركة واخدة قروض ب 240 ألف أو 240 مليون جنيه، المبالغ سواء بالجنيه أو بالألف أو بالمليون تمشي، يعني هنا 240 جنيه استعاضة إن هي ممكن تكون مليون أو ألف. طيب الشركة الأولانية هناك حالات اقتصادية مختلفة، ممكن تكون حالة سيئة أو عادية أو جيدة، كل حالة من الحالات الاقتصادية ليها احتمال حدوث، يعني الحالة السيئة احتمال حدوثها 1 من 10، الحالة العادية 3 من 10، الحالة الجيدة 6 من 10، مجموع الاحتمالات يساوي 1 صحيح. ونخلي بالنا مش كل الأحداث دي هتحدث، ده هي حالة واحدة هتحدث، حالة واحدة هتحدث، ولكن بيختلف احتمال الحدوث، حدوث الحالة من حالة إلى أخرى، يعني الاحتمال بتاع حدوث الحالة السيئة ضعيف جدا، الاحتمال بتاع حدوث الحالة العادية واضح ان هو 3 من 10، لكن احتمال حدوث الحالة الجيدة كبير بيبلغ 6 من 10. ونخلي بالنا مش كل الحالات دي هتحدث، ده هو في حالة واحدة من دول ممكن ان تحدث. لو حدثت الحالة السيئة بالنسبة للشركة سين، فإن التدفق النقدي هيكون 100، وهي عندها قرض ب 240، يبقى في الحالة دي هناك احتمال إفلاس الشركة س في الحالة السيئة. ليه؟ لأن التدفق النقدي ما بيغطيش الفوائد بتاع بيغطيش قيمة القرض. طيب لو رحنا للحالة العادية، التدفقات النقدية المتوقعة 250، يبقى هنا في نقدر نقول إن في قدرة على خدمة القرض، يعني مفيش احتمال إفلاس. يبقى احتمال إفلاس الشركة س هو عبارة عن 1 من 10، احتمال إفلاس الشركة س هو 1 من 10، هو حدوث الحالة السيئة. طب تعالى نشوف بالنسبة للشركة ص. بالنسبة للشركة ص هو نفس الاحتمالات ونفس التدفقات النقدية، لو حدثت الحالة السيئة احتمال حدوثها 1 من 10، هيكون التدفق النقدي 100 والقرض 240، يبقى المنشأة في هذه الحالة لن تستطيع سداد القرض، يبقى في احتمال إفلاس المنشأة 1 من 10، يبقى احتمال إفلاس الشركة س لوحدها 1 من 10. ليه؟ لأن التدفق النقدي أقل من مبلغ القرض. احتمال إفلاس الشركة ص هو أيضا 1 من 10، لأن التدفق النقدي لا يكفي لتغطية قيمة القرض. طب هو السؤال، لو عملنا
اتحاد بين الشركتين، هل هيقل احتمال الإفلاس؟ هنشوف الإجراءات دي في الشريحة. أول حاجة هنتأملها اللي هو احتمال إفلاس الشركة الأولى لوحدها، أو احتمال إفلاس الشركة الثانية لوحدها، أو احتمال إفلاس الشركتين مع بعضهم. نقدر نستخدم معادلة أو قانون بيقول لي إن احتمال إفلاس الشركة الأولى اللي هي سين أن يكون التدفق النقدي أقل من 240 اللي هو 1/10، واحتمال إفلاس الشركة صاد أن يكون التدفق النقدي أقل من 240 اللي هو أيضا 1/10. يبقى احتمال إفلاس الشركة الأولى 1/10 زائد احتمال إفلاس الشركة الثانية 1/10. الجزء المشترك احتمال إفلاس الشركتين مع بعضهم. احتمال إفلاس الشركتين مع بعضهم هو أن تكون التدفقات النقدية للشركة الأولى اللي هي سين أقل من 240، واحتمال أن تكون التدفقات النقدية للشركة الثانية اللي هي صاد أقل من 42. يبقى بضرب الاحتمال إفلاس الشركة الأولى في احتمال إفلاس الشركة الثانية. احتمال إفلاس الشركة الأولى 1/10، بضربه في 1/10، إذا النتيجة هتطلع 19%. 19% أي أن هناك احتمال إفلاس أي من الشركتين، الشركة ألف لوحدها أو الشركة ب لوحدها أو الشركتين مع بعضهم، اللي هو 19%. دي الجزء الأولاني. لو فرضنا إن حصل اندماج أو اتحاد أو انضمام الشركتين مع بعضهم، عايزين نجيب التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية المتوقعة بعد الاندماج. بنعمل التوزيع الاحتمالي ده ازاي؟ أول حاجة بنمسك الاحتمال الأولاني للشركة س، بنضربه في كل الاحتمالات المقابلة للشركة ص. يعني الاحتمال الأولاني في الشركة س هو 1/10، هو ده الحالة السيئة بتاع الشركة س، بنضربه في الاحتمال الأولاني بتاع الشركة ص، وبنضربه في الاحتمال الثاني بتاع الشركة ص، وبنضربه في الاحتمال الثالث بتاع الشركة ص. يبقى بنضرب الاحتمال الأولاني بتاع الشركة س في كل الاحتمالات بتاعة الشركة ص. أما بالنسبة للتدفق النقدي فبنجمع التدفقات النقدية مع بعضها. التدفق النقدي للشركة س هو 100، بنجمعه مع كل التدفقات بتاعة الشركة ص اللي هي 100 و250 و450. يبقى كده احنا خلصنا الاحتمال الأولاني بتاع الشركة س مع كل الاحتمالات بتاع الشركة ص، وخلصنا التدفق النقدي الأولاني بتاع الشركة س مع كل التدفقات النقدية مع الشركة ص. نقدر نكمل الجدول وننتقل إلى الخطوة اللي بعد كده. بالاعتماد على الجدول السابق ممكن نعيد التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية، هتظهر بهذا الشكل اللي قدام. عندي هنا احتمال الحدوث 1/100، أن تكون التدفقات النقدية للشركتين معا بعد الاندماج 200 جنيه، 200 ألف، 200 مليون. هناك احتمال 6/100 أن تكون التدفقات النقدية 350 وهكذا. طيب لو عملنا اندماج بين الشركتين أو اتحاد أو انضمام، القروض بتاع الشركة الأولى 240، الشركة الثانية 240. لو عملنا اندماج ما بين الشركتين يبقى إذا القروض المشتركة هيبقى 480. لو حدث أن كانت التدفقات النقدية أقل من 480، إذا في احتمال لإفلاس الشركة. تعال نشوف كده في الجدول، نراجع الجدول. أنا عندي التدفقات النقدية 200، ومبلغ القرض بعد الاندماج 480. إذا في الحالة دي هناك احتمال 1/100 إن الشركة تفلس نتيجة عدم قدرتها على سداد القروض. نروح للتدفق النقدي الثاني اللي هو 350،
مبلغ القرض 480، وعندي هنا التدفق النقدي 250. إذن في هذه الحالة عندي أيضا احتمال إفلاس الشركة نتيجة عدم القدرة على سداد القرض. لو رحنا للـ500 وقيمة القرض 400، يبقى في الحالة دي تستطيع الشركة بعد الاندماج سداد القرض ولا تتعرض لمخاطر الإفلاس. يبقى احتمال تعرض الشركة بعد الاندماج لمخاطر الإفلاس هو عبارة عن 1 من 100 زائد 6 من 100، يعني 7 من 100. يبقى إذا هتلاحظ إن قبل الاندماج كان الاحتمال الإفلاس 19 من 100، لكن بعد الاندماج انخفض احتمال الإفلاس إلى 7 من 100. يبقى ده يوضح لي مبرر من المبررات للدعوة إلى اندماج الشركات من أجل تقليل احتمالات الإفلاس، من أجل تقليل المخاطرة المالية اللي بتتعرض لها الشركات نتيجة الحالات الاقتصادية التي لا تكفي التدفقات النقدية عندها لتغطية قيمة القرض والفوائد. من هنا يبقى كده انتهينا من إزاي بنشوف تأثير الاندماج على احتمالات الإفلاس. الجزء دوت اللي هو بيتناول إجراءات تصفية الشركة أو إعلان إفلاس الشركات. وهنا طبعا المنشآت المقترضة، والجزء ده وضحناه لما جينا نشرح تأثير الاقتراض على قيمة المنشأة واحتمالات إفلاسها، إن لما ناخد قروض بيترتب على هذه القروض مخاطرة مالية. القروض ليها ميزة زي ما وضحنا، احنا مش بنوضح الميزة هنا، احنا بنوضح الجانب الآخر من الاقتراض. السكينة بتقطع التفاح، فبتسهل عملية ان ناكل تفاح متقطع بطريقة جميلة، لكن السكينة واحنا بنقطع التفاحة ممكن نقطع بيها الايد. يبقى السكينة ليها تأثيرين، تأثير جميل، تأثير كويس ان انا بقطع بيها الفاكهة اللي عايز اكلها. اما التأثير الاخر فسوء استخدام هذه السكينة قد يؤدي الى ان الانسان يفقد جزء من صوابعه مثلا. يبقى في الحالة دي ما ننساش ان احنا لازم نستخدم القروض بطريقة سليمة او بطريقة حكيمة. هنا احنا هنتكلم على لو حدث فعلا ان المنشأة توقفت عن سداد القرض والفوائد، يبقى من حق الدائنين في هذه الحالة يعلنوا إفلاس الشركة، وده اللي احنا هنتناوله في هذا الجزء من الفصل. احنا قبل ما نعلن إفلاس الشركة يجب ان احنا نتبع برنامج لإعادة التنظيم، نشوف ايه سبب الفشل المالي ونحاول نشوف كل سبب ونعالجه. والجزء من برنامج إعادة التنظيم ده جزء نظري يجب ان انت تطلع عليه قبل ما تنتقل الى مرحلة اجراءات التصفية. اجراءات التصفية دي لمصلحة كل الاطراف، لان الشركة اللي بتتعرض للافلاس لو استمر الوضع كده، الا لو استمر الوضع السيء اللي هيحصل، هيسوء موقف الدائنين من ناحية، وموقف الملاك هيسوء ايضا، لان الشركة لا تعمل بطريقة اقتصادية. يبقى في الحالة دي قد يكون تصفية الشركة هو الحل المناسب لجميع الاطراف. يبقى هنا التصفية تكون في صالح جميع الاطراف، لان الدائن قبل ما تدهور الموقف الى موقف سيء جدا بيحاول يلحق جزء من حقوقه تجاه الشركة، ده الدائن. اما اصحاب الشركة فبعد ما نتخذ اجراءات التصفية قد يتبقى لهم شيء نتيجة التصفية، يبقى في الحالة دي ممكن يبدأوا مشروع جديد معلهوش اعباء الديون
اللي كانت عليهم نتيجة سوء الإدارة أو سوء أو الفشل الاقتصادي. لما المنشأة بتخش في مرحلة إعلان الإفلاس أو التصفية، لازم يتم ترتيب معين. أول حاجة بمسك الأصول بتاعت المنشأة وبعيد تقييم هذه الأصول. نشوف الحسابات المدينة هنحصل منها كام في المية منها، نشوف المخزون نقدر نبيعه بكام، نشوف الأرض نقدر نبيعها بكام، وغالبا الأرض بتتباع بقيمة أعلى من قيمتها الدفترية. بنشوف الأصول الثابتة اللي عندي والآلات والمعدات أقدر أبيعها بكام. الحاجة التانية وأنا بسدد، أولا الفلوس كلها بنجمعها في صندوق ممكن نطلق عليه الصندوق النقدي أو قيمة التصفية. قيمة التصفية دي لما أجي أخد إجراءات السداد أنا بسدد طبقا لترتيب معين. بشوف أول حاجة ديون لها أولوية أولى، ديون ممتازة لها أولوية أولى. بعد كده بشوف الديون المضمونة، بشوف الديون غير المضمونة. بعد ما سدد الفلوس لأصحاب الديون بنشوف موقف أصحاب المنشأة النهائي، وده اللي هنشوفه في الحالة العملية اللي معانا. زي ما قلنا إن بيتم سداد الالتزامات طبقا لترتيب معين. أول حاجة ديون ذات أولوية أولى ممكن نسميها الديون الممتازة. أول حاجة أجرة المصفي. أول واحد ياخد فلوسه هو أجرة المصفي. يبقى الصندوق بتاع النقدية ده أو قيمة التصفية هستبعد منها أول حاجة أجرة المصفي. طب لو كان عندي مرتبات مؤجلة أو مستحقة لازم أسددها، مرتبات وأجور مستحقة. طب لو عندي ضرائب مستحقة يتم سدادها. يبقى إذن الديون ذات الأولوية الأولى. بعد كده الديون ذات الأولوية الثانية اللي هي الديون المضمونة. هنفترض مثلا إن القرض مضمون بآلات، القرض 100 والآلات قدرها 150. القرض 100 جنيه والآلة الضامنة قيمتها 150. لما جيت أصفي الآلة صفيتها ب75. يبقى إذن أصحاب القرض اللي هم 100 دول، القرض المضمون 100، هياخدوا 75 نتيجة تصفية الضمان. اتبقى لهم 25، ال25 الأخرى دول هيخشوا مع الديون ذات الأولوية الثالثة. مين الديون ذات الأولوية الثالثة؟ اللي هم أول جزء المتبقي من الديون ذات الأولوية الثانية. أدي أول جزء المتبقي من الديون ذات الأولوية الثانية، المتبقي من القرض المضمون. أدي بعد كده بضيف عليه القروض ذات الضمان العام، بضيف عليها الحسابات المدينة أو أي مستحقات أخرى. إذا تبقى شيء من قيمة التصفية بعد سداد كل هذه الالتزامات، يبقى إذن الباقي دوت هيبقى من أصحاب حقوق المساهمين. ولكن إحنا بنسأل إذا كان هيتبقى جزء من الأموال لأصحاب حقوق المساهمين، السؤال إذا يعني لن يتبقى أي شيء ليهم إلا إذا كانت نسبة السداد الديون ذات الأولوية الأولى والثانية والثالثة نسبة 100%. طب إذا كان أصحاب الديون ضامنين فلوسهم، السؤال لماذا الالتجاء إلى إجراءات التصفية؟ ماشي، هو ده السؤال. لكن هو في الغالب لن يتبقى شيء لأصحاب حقوق المساهمين إذا كانت هذه التصفية بتتم بشكل إجباري، تصفية إجبارية أو نتيجة قرارات أو أحكام قضائية. الحالة اللي عندي شركة مفلسة، يعني صدر حكم قضائي بإشهار إفلاس. الشركة ديت آخر ميزانية للشركة، يعني آخر قائمة مركز مالي للشركة. طبعا مديني التفاصيل بتاعت
الوصول ومديني التفاصيل بتاعت الالتزامات وحق الملكية. طبعا النقدية هي نقدية، إذا لما صف المنشأة يبقى عندي 3 مليون جنيه من النقدية. الحسابات المدينة ديت اللي في اليمين دي هي حسابات مدينة 30 مليون، من المتوقع ان انا ما حصلش قيمتها كلها. المخزون من المتوقع ان المخزون يتم تصفيته باقل من قيمته الحقيقية. الاراضي هي دي الحاجة الوحيدة اللي قد يتم تصفيتها بقيمة اكبر من قيمتها الدفترية. المباني والالات، غالبا المباني والالات بيتم تصفيتها باقل من قيمتها الدفترية. طب نشوف في جانب الالتزامات. اول حاجة اجور مستحقة الدفع، دي زي ما قلنا قبل كده دي ديون ذات اولوية اولى، يبقى اول حاجة اوراق الدفع دي ديون ذات اولوية ثالثة. طب ضرائب مستحقة الدفع دي ديون ذات اولوية اولى. الحسابات الدائمة بردك دي ديون ذات اولوية ثالثة في المرتبة الثالثة. يجي الأسهم العادية اللي هم أصحاب المنشأة. أصحاب المنشأة دول آخر ناس، اللي هم أصحاب حقوق الأسهم أو المساهمين، دول آخر ناس ياخدوا فلوسهم في الشركة. قروض طويلة الأجل بدون ضمان، يبقى هتخش مع الديون ذات الأولوية الثالثة. قرض طويل الأجل بضمان الآلات، القرض 84 34 بضمان الآلات، الآلات 36. طب لو صفيت الآلات بقيمة أقل من قيمة القرض طويل الأجل، يبقى أصحاب القرض طويل الأجل هياخدوا قيمة تصفية الآلات، الجزء المتبقى ليهم هيخش مع أصحاب الديون ذات الأولوية الثالثة. ماشي. يبقى إذا دلوقتي إحنا دلوقتي تأملنا الميزانية في الجانب اليمين والميزانية في الجانب الشمال. تعال نشوف أول حاجة، هنشوف أجرة المصفي كام، وبعد كده هناخد إجراءات التصفية مع بعض، نتأمل إجراءات التصفية مع بعض. أول حاجة في إجراءات التصفية بنحدد أجرة المصفي كام، وبعد كده هنشوف هيتم تصفية الوصول بكام، بعد كده ندرس موقف الترتيب بتاع أولويات سداد الديون. بيقول لي إن أجرة المصفي 1 مليون جنيه، دي هتخش مع الديون ذات الأولوية الأولى. بعد كده الحسابات المدينة هحصل منها 60%، هضرب 60% في الحسابات المدينة هيديني قيمة التصفية. المخزون هيتصفى بالتلت، يبقى هضرب التلت في قيمة المخزون هيديني قيمة تصفية المخزون. الشركة هتبيع الأراضي بزيادة قدرها 25% عن قيمتها، يبقى نشوف قيمة الأراضي كام، نزود عليها 25% من قيمتها، هي دي قيمة التصفية. الآلات والمعدات هتتصفى بنص قيمتها، نشوف الآلات كام أضربها في النص هتديني قيمة تصفية الآلات. وما تنساش إن الآلات دي هي دي الجزء الضامن للقرض طويل الأجل. أما المباني هيتم تصفيتها بواقع 75%، أضرب المباني في 75% هيديني قيمة التصفية. إحنا شرحنا هذا الجزء، ولكن الجزء اللي أحب أشير إليه، أول حاجة إن قيمة النادية 3 مليون هي نفسها قيمة التصفية 3 مليون. الحاجة الثانية الآلات والمباني دي كانت هي الضمان لأصحاب القرض طويل الأجل، هي قيمتها 34 صفناها ب 50% أصبحت 18. يبقى الجزء الأخير هنا اللي نحب نشير إليه أن قيمة تصفية الضمان 18، المبلغ بتاع القرض كان أكتر من 18، يبقى هم هيحطوا إيديهم على ال 18، الجزء الباقي من الدين المضمون هيخش مع الديون ذات الأولوية الأولى. أعتقد مفيش أي ملاحظات على هذا الجانب. إحنا شفنا قيمة التصفية، المبلغ اللي موجود معانا هو 76 مليون جنيه. احنا قلنا في اولويات للسداد، اول حاجة في ديون ممتازة او ديون ذات اولوية اولى اللي هي اتعاب التصفية اللي هي 1 مليون جنيه، الاجور المستحقة اللي هي 5 مليون جنيه، الضرائب المستحقة اللي هي 3 مليون جنيه، نجمع دول يطلعوا كام؟ 9 مليون. التسعة مليون هشيلهم من 76، هيتبقى عندي كام؟ هيتبقى عندي 67.
واضح ان اصحاب الديون ذات الاولويه الاولى هم هياخدوا 100% من فلوسهم، يبقى نسبه السداد 100%. طب الخسائر كام؟ لا يوجد خسائر، هياخدوا 100% من فلوسهم. احنا قلنا اتبقى كام عندي؟ 67. بعد كده انا عندي الديون المضمونه، ديون المضمونه هو قيمه الدين 34. لما جينا صفينا القرض صفيناه بكام؟ صفينا الالات صفيناها ب 18، يبقى هم ليهم 34 هياخدوا 18 من تصفيه الضمان. المبلغ المتبقي ليهم هو 16، المبلغ المتبقي ليهم 16 هيخشوا بيهم مع اصحاب الديون، مع اصحاب الديون اللي هي ايه؟ ذات الاولويه الثالثه، او الديون بقى اللي ممكن نسميها ديون عاديه. يبقى اذا اصبح دلوقتي عندي 16 من الجزء المتبقي لاصحاب الديون المضمونه، هضيف عليه كل الديون العادية، هتطلع مجموع هذه الديون كام؟ 98 مليون جنيه. ايه كل الديون العادية دي؟ في قرض غير مضمون، وعندي حساب، عندي اوراق دفع، وعندي حسابات دائنة. لما اجمع كل هذه الالتزامات دي وزائد الجزء المتبقي اللي هو 16، اجمع هذه كل هذه الالتزامات اعتبرها ديون عادية 98. طب تعالى نشوف احنا عملنا ايه لغايه دلوقتي. اول حاجه احنا عندنا 76 مليون، سددنا منهم 9 مليون لاصحاب الديون ذات الاولويه الاولى، هيتبقى 67 مليون. هسدد 18 مليون قيمه الضمان لاصحاب الديون المضمونه، هيتبقى عندي 49 مليون. 49 مليون جنيه هو ده المبلغ المتبقي لاصحاب الديون العاديه. أصحاب الديون العادية دي أول جزء منهم أو أول مبلغ فيهم اللي هو المبلغ المتبقي لأصحاب الديون المضمونة اللي هي 16، وبضيف كل الديون العادية أو كل الديون اللي ملهاش ضمانات عندي. ماشي، المبلغ المتبقي 49، والقيمة المبلغ الباقي عندي 49، وهم اليوم عندي 98. يبقى إذا في هذه الحالة نسبة التصفية، نسبة السداد عفوا، تساوي 50%، ونسبة الخسارة تساوي 50%. نروح لأصحاب الأسهم العادية. إذا كان في ديون خدوا 50% من ديونهم بس، اخر اصحاب ديون خدوا 50%، اذا المتبقي لاصحاب الاسهم العاديه يساوي صفر، يبقى نسبه السداد لاصحاب الاسهم العاديه تساوي صفر، في والخساره تساوي 100%. نرجع بقى لموقف اصحاب الديون المضمونه، هم خدوا كام؟ هم خدوا 18 من تصفيه الضمان. اتبقى ليهم كام؟ اتبقى ليهم 16 مع اصحاب الديون العاديه. أصحاب الديون العادية بياخدوا 50% من قيمة ديونهم، يبقى ال 16 دي هاخد منها 50%، يعني هاخد 8، أضيف ال 8 ديت على ال 18 هتطلع كام؟ 8 على 18 تطلع 26، أقسم ال 26 على ال 34 هيديني نسبة السداد اللي هي 76.5%، يبقى إذا المكمل لل 100% هي دي الخسائر اللي بيتعرض ليها أصحاب الشركة، أصحاب الديون المضمون. نشوف كده نظرة نهائية. أصحاب الديون ذات الأولوية الأولى الممتازة خدوا 100%، يعني الخسارة صفر. أصحاب الديون المضمونة خدوا كام؟ خدوا كام في المية؟ تقريبا 76.5%، يعني خسروا 22.5%. طب أصحاب الديون العادية خدوا نسبة أقل، هي 50%، فخسروا 50%. أما أصحاب الشركة فخسروا 100%، يعني لو خدناها من تحت كده لفوق أصحاب الشركة مش هياخدوا حاجة. أصحاب الديون العادية هياخدوا 50%، أصحاب الديون عفوا أصحاب الشركة مش هياخدوا ولا حاجة، يعني خسروا 100% من فلوسهم. أصحاب الديون العادية هياخدوا 50% من فلوسهم، أما أصحاب الديون المضمونة خسروا 22% من فلوسهم، أما أصحاب الديون الأولوية الأولى فما خسروش حاجة، يعني خدوا كل فلوسهم.
دي كان آخر ده كان آخر موضوع من موضوعاتنا في هذه المحاضرة. أتمنى لحضراتكم التوفيق إن شاء الله، وإلى محاضرات قادمة، وأشكر حضراتكم.